كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. في البدايه اعرف منك بقى ايه رايك في النهارده في اليوم؟ طبعا افتتاح كبير، يعني النهارده في احداث كبيره وكواليس كبيره، كلمني النهارده على رايك في اليوم. خليني اقول لك قبل الاحتفاليه رحب بس بكابتني كابتن اسامة عرابي، كان وحشني جدا وسعيد بوجودي معاه النهارده. معلش هاخد منه الكلام ده، انا اللي لازم ارحب بيه انا بس، يعني انا قلت انت هتقدميه وببارك له على انه مسك القطاع ان شاء الله من الناحيه الفنيه، وكمان يبقى مسؤول في نواحي اخرى، وبدري يستاهل كل خير ولو باع كبير جدا في القطاع دوت، في قطاع الناشئين، واخرج على ايديه يعني اجيال كتيره، وان شاء الله يكمل ان شاء الله. خليني اقول لك ان انا فرحان ان انا اهلاوي بصراحه، يعني الصرح الكبير اللي بشوفه قد ايه المجهود، مجلس الاداره اللي موجود ومجالس الاداره السابقه بيكملوا بعض، فالنهارده بنشوف صرح كبير للكره المصريه وللنادي الاهلي بالاخص، وسعيد جدا باللي شفته، لان احنا نادي الاهلي بيضاهي النوادي الاوروبيه، يمكن النوادي الاوروبيه ما فيهاش نفس الصرح ده بصراحه. مجهود كبير جدا لمجلس الاداره، مبروك لاعضاء النادي الاهلي، مبروك لكل محبين الكوره في مصر، وسعيد ان انا حضرت حاجه، يعني انا لسه نازل من الامارات ما بقاليش يومين، وفرحان جدا بوجودي في النادي الاهلي الجديد، وبتمنى ان شاء الله الاداره اللي موجوده تنشئ فروع تانيه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي يستاهل مننا ان احنا كلنا نتعب عشانه بصراحه. يعني بشكركم طبعا ونورتوني، نورتوا شاشه قناه الاهلي، بشكركم طبعا. يعني الفرحه في كل مكان اكيد، يعني لقاءاتنا ما زالت مستمره مع حضراتكم، طبعا العوده ليكم مره ثانيه.